أنا أقدر أقول إنها واضحة جدا. الأهلي فريق ما حقق أي بطولة هذا العام، بس يعني بطولة السوبر نعتبرها من ثلاثية العام الماضي، وده ينقض موسمه هذا الموسم بكأس الملك والتأهل الآسيوية، هذا يعتبر شيء جميل لهم. الهلال حقق الدوري عنده بعد 5 أيام مثل الأهلي، مباراة آسيوية مهمة، الفريق أكثر راحة من الأهلي. كيف شايف نسبة الرغبة أو الرغبة بين الفريقين؟ شوف، الرغبة بين الفريقين متساوية طبعا. الأهلي بينقذ موسمه، يعني الأهلي ما حقق ولا بطولة الموسم الرياضي هذا عكس الموسم الماضي. الأدوات في النادي الأهلي ما عنده الأدوات اللي تساعده في مباراة اليوم اللي إنه يفرض أسلوبه في المباراة. الأهلي يعاني من غياب كبير لأفضل عناصر وخاصة في خط المقدمة. الأهلي يفقد السومة في مباراة اليوم، يفقد مهند أسيري، سراج لسه عايد من إصابة، المؤشر بعيد عن مستواه، كل هذه المؤشرات ضد أنه يستطيع الأهلي أن يعود في المباراة. أنا أستغرب أنه يقول جروس يهمنا سنسعى للتسجيل، أنت ما عنده ولا أداة للتسجيل. بس واضح زي ما قال أبو فرح أن جروس هذا الحديث يعني تطمين للجماهير الأهلاوية، لأن كثير الحديث كانت عن غياب السومة، الأهلي بيبتعد عن التسجيل، ودليل أنه حاط السومة احتياط وهو غير جاهز. أكبر مجازفة راح يعملها جروس في مباراة اليوم أنه يشارك السومة. لو شارك السومة حتى لو في جزء بسيط من المباراة ممكن يفقد اللاعب. اللاعب لديه إصابة قوية، وما أعتقد إنه النادي الأهلي سيقف على لاعب. النادي الأهلي بالعكس، إحنا شفناه في المباريات الأخيرة بدون سومة قاعد يقدم. فكون إنك تضغط بمشاركة السومة وتحطه في الاحتياط هذا عامل نفسي فقط. بالنسبة للهلال، أنا أعتقد إن الهلال أكثر جاهزية من الأهلي. الهلال حقق بطولة الدوري، لديه أفضل خط وسط، لديه مهاجم بدأ يعرف طريق المرمى، في خلال 3 مباريات سجل 8 أهداف، لديه العامل النفسي كبير في التسجيل. ما ينقص الهلال في مباراة اليوم أو نقاط الضعف اللي هي بعض الأخطاء الدفاعية، وكذلك يتفوق النادي الأهلي في الحراسة. بن المعيوف، المعيوف كويس، ولا مع أن الأرقام تروح للمعيوف أكثر، يعني تتكلم عن المعيوف، تتكلم عن إمكانيات أو عن أرقام؟ لا، عن إمكانيات. الأفضل تلاحظ أن المسيليم ظهر بموسم بارز، يمكن أفضل موسم لها السنة هذه المسيليم. المعيوف جيد، ولكن شاهدنا بعض الأهداف السهلة تدخل فيه، يعني ممكن